الآن إلى صفحة الأحوال الجوية مع الزميلة ميشيل حداد. مرحبا، وين ما قررتوا تقضوا نهار الأحد الأجواء مناسبة لأنه اليوم نهارنا صافي مع درجات حرارة عالية مثل أيام الصيف تقريبا، بانتظار ترجع تتغير الأجواء ابتداء من التنين بعد الظهر. اتجاه رياح جنوبي غربي، الحرارة على الساحل بتسجل أقصاها 29 درجة، على المرتفعات بتروح بين 15 و25، أما بالداخل فبتسجل درجات الحرارة 24 درجة. رطوبة منخفضة، الهواء خفيف لمتوسط السرعة، البحر معتدل والجو صافي إلى قليل الغيوم. سوا منروح بجولة من الجو، تاخذنا فوق بعض المناطق وضع اللبنانية لنشوف كيف تقسوا. منبلش جولتنا من مشتع حمود مع 24 درجة، 20 بدار بعشتار بعكفرة 15، 17 ببيت شليلة وبكفر دبيان، عين دارة 25 درجة، صيدا وصور 28. عم تشوفوا أن الجو صافي ومشمس بكل المناطق، 24 بدار ميماس وبجب جنين، نوصل على منطقة علي النهري 24 والختام بإيعات وبالقاع كمان 24 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم والأسبوع اللي جاي. اليوم الأحد مثل ما قلنا الجو صافي وبترتفع الحرارة لل29 درجة، وابتداء من التنين بعد الظهر بيتحول الطقس إلى متقلب، وعم تشوفوا أنه نهار الثلاثة احتمال تساقط أمطار وبيتحول الجو إلى غائم جزئياً. من بعد جولتنا على طقس لبنان نختم بجولة سريعة على طقس بعض المدن حول العالم، وأنا بلاقيكم بنشرات لاحقة.